تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. تفضل دكتور على أساس تقرأ لنا نص الإنجيل المقدس. وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه فسألوه أن يريهم آية من السماء. الفريسيون زي ما بتتذكروا بس مناسبة حلوة نعيدها، فريشايا يعني المنفصلون من فعل برش، لأنه كانوا يعتبرون أنفسهم منفصلين عن باقي الشعب الخطأ، يعني يعتبروا حالهم أفضل من غيره. هاي كلمة فريشايا. هلا في ناس، اهلا وسهلا تفضل، في ناس بنسبوها للفعل العبري باراش بيريش يعني فسر، لاحظ فسر الاحرف نقلبها ف سين ر با بيريش، اذا اما من المفسرون او المنفصلون. أما الصدوقيين، مين الصدوقيين؟ على فكرة الفريسيين كانوا من عامة الشعب وأكثرهم من الفقراء. الصدوقيون نسبة إلى صادوق، كان كاهن، يعني كاهن أعظم، وهذول كانوا الطبقة الغنية اللي بسموها الأرستقراطية، وهذول كانوا ماديين مع أنه منسوبين إلى 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 كاهن أعظم، كانوا ماديين دنيويين دهريين، لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالقيامة، لا يؤمنون بالأرواح، لا يؤمنون بالملائكة، وهذول كانوا عملاء للرومان، أو بلاش أقول عملاء، متعاطفين مع الرومان بخلاف الفريسيين اللي كانوا يقاوموا الاحتلال الروماني من غير عنف. مين اللي كان يقاوم الاحتلال الروماني بالعنف؟ الغيارة أو الوطنيون، الغيارة أو الوطنيون. إذا هذول كلهم، لاحظ هذول أعداء ولا لا؟ هذول أعداء، هذول ما بطيقوا بعض، هيهم إيش؟ اتحدوا لفوا على بعض ضد مين؟ ضد السيد المسيح. بدهم يحرجوه. خلينا نشوف شو طلبوا منه. فسألوه أن يريهم آية من السماء. آية، أي عند أبونا النص اليوناني الأصلي سيميون. سيميون. آية من السماء. خلينا نركز على كلمة آية. ولا لا؟ وبتذكر في طفلة صغيرة هلا في فرنسا، أبوها عربي أمها فرنسية، الأب قال بدي أسمي الطفلة آية، فجدتها للطفلة بتقول لي شو يعني آية؟ قلت لها آية معناها إشارة. أول شيء كلمة آية طبعا بالعبري أوت، شو يعني أوت؟ إشارة. أوت يعني حرف، وأوت يعني معجزة. شو قلنا أول شيء أوت إيش معناها؟ إشارة. شو صار معناها من إشارة؟ صار معناها معجزة، لأنه لم المعجزة هي إيش؟ هي شيء خارق الطبيعة يشير إلى حقيقة فائقة الطبيعة، وأوت يعني حرف. إذا نصوص الكتاب المقدس بدل ما نقول فصل كذا عدد كذا، إيش لازم نقول؟ الآية. آية، إذا إشارة، آية معجزة، وآية حرف
أو يعني جملة مقدسة. كل هذا بالعربي آية تقابل العبرية إيش؟ أوت. وباليوناني سيميون، سيميون يعني إشارة، وسيميون يعني معجزة. وأعتقد أنه في إنجيل يوحنا بتلاقوا دائما كلمة سيميون آيات، مثلا إنجيل يوحنا الفصل الثاني آية 11، هذه أولى آيات يسوع صنعها في قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه. هلا شو بفكر اليهود؟ هاي شفنا أني كلمة آية، شو الآية اللي بفكروا فيها اليهود؟ شيء يظهر وين؟ بغتة وين؟ في السماء. ليش في السماء؟ حتى كل الناس يشوفوا. طبعا هذا ايش؟ تحدي، استفزاز، يلا ورجينا آية، مش آية خفية اللي ناس يشوفوها وناس لا، بدنا اشي ظاهر بوضوح الشمس. تفضل دكتور. فأجاب وقال: إذا كان المساء قلتم صحوا لأن السماء أحمر، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة. إذن تتذكروا أنه شو طلبوا منه؟ إشارة. فيسوع بجاوب عليهم بالإشارات اللي في السماء. كيف شكل السماء؟ مش أنتم بدكم مني إشارة؟ وإشارة من السماء؟ طيب اطلعوا على السماء لحالكم، لما تطلعوا على السماء وهيك هي متلبدة بهالغيوم ايش بتقولوا؟ بده يجي مطر، بده يجي مطر، صح؟ اذا هون هينا فهمنا معنى كلمة آية، يعني إشارة. عشان هيك يسوع بقول لهم على ايش؟ الإشارات الموجودة وين؟ في السماء. شايفين أهمية اللغات الأصلية؟ حتى لو قلنا سيميون باليوناني، هينا رجعنا لإيش؟ لأوت بالعبري. نعم تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضلوا. نعم أهلا وسهلا. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. إذن المراؤون، المراؤون إذا بدنا ناخد الكلمة اليونانية إيبوكريتي، إيبوكريتي صرحات مريرة، كيف؟ أيها المراؤون، بينكم المراؤون في اليوناني الكلمة مكونة من إيبو، إيبو يعني تحت، ما هو مخبى تحت. إذا ظاهرهم إشي وإيه؟ وباطنهم شيء آخر. إذا عفوا لحظة شوي، يقولون إنه هذا بحكي لهم زي ما قلنا، يجيبهم السيد المسيح. طيب تفضل كمل عبين ما الاقي الكلمه، لانه نظري مش مساعدني. لا ونرى عن الجيل السيء. نعم تفضل. تفضل. نعم. جيل شرير فاسق يلتمس ايه، ولا تعطى له ايه الا ايه يونان النبي ثم تركهم ومضى. ما هي آية يونان النبي؟ اللي يونان النبي اللي تلت أيام كان في بطن الحوت، بعدين هو في الواقع فسرت وين؟ في إنجيل متى الفصل الثاني عشر، اللي بحكي لهم إنه ابن البشر سيبقى في بطن الأرض ثلاثة أيام. تفضل. نعم. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا،
وقال لهم يسوع: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. إذن خمير، الخميرة اللي في العجين، وبنفس الوقت بالآرامي وبالعربي لما نقول الخمر، الخمر هو إيش؟ عصير عنب مخمر، كلها نفس الكلمة. الخمر والخميرة هي نفس الكلمة. ماذا تعني الخميرة؟ الخميرة بحد ذاتها شيء كويس. يسوع في الأمثال اللي بيقول إنه ملكوت السماوات يشبه خميرة وضعت في العجين، صح ولا لا؟ بدون الخميرة هل نقدر نعجن؟ لا. ولكن في معنى سلبي لكلمة الخميرة. شو هو المعنى السلبي؟ هو الشيء المبيت. في عنا السلام عليكم. رحب رحب دكتور وليد، الحمد لله على السلامة. في عنا الخميرة والفطير. نعم. خلينا نقرأ، أهلا وسهلا، خلينا نقرأ بالرسالة الأولى لأهل كورنثوس الفصل الخامس، شكرا، الفصل الخامس آية 7-8. خلينا نشوف كورنثوس الأولى ولا الثانية؟ كورنثوس الأولى هاي فصل الخامس آية 7-8. إذا نقب، معلش ترفعي صوتك أم أمير. طهروا أنفسكم من الخميرة القديمة. طهروا أنفسكم من الخميرة القديمة. طيب. لتكونوا عجينا جديدا. لتكونوا عجينا جديدا، بس في اليوناني لتكونوا فطيرا جديدا. طيب. لأنكم فطير. طيب. فقد ذبح حمل فصحنا. لا فقد لا خمير فيه. هذا هو الفطير، هو اللي ما فيش فيه خمير. فقد ذبح فصحنا المسيح. المسيح هو المسيح. هو حملنا الفصحي الذبح. طيب. فلنعيد. لازم نعيد. طبعا شو هو هذا العيد؟ عيد ذبح المسيح وقيامته. كيف بدنا نعيد؟ تفضلي. ولا بالخميرة القديمة ولا بخميرة الخبز والفساد. لا بالخميرة القديمة ولا بخميرة الخبث والفساد. بل بفطير الصفاء والحق. بل بفطير الإخلاص والحق. إذا صفى عنا هون إشيان. هذا كله مأخوذ من طقوس الفيصح اليهودي، ولكن يسوع طبعا بيعطيه معنى آخر أجمل بكثير. الخمير، الخمير اللي هو بحد ذاته إشي منيح، يعني إيش؟ الشيء المبيت اللي محضر من أول مع سبق الإصرار. الفطير شو هو؟ الاشي العفوي غير مخمر. يسوع شو بقول لتلاميذه؟ انتبهوا من ايش؟ من خمير الفريسيين. الخمير عادة حتى الذي هو الرياء. احنا في حياتنا خلينا ناخذ اشي عملي، مش لازم نكون من جماعة الحقد والتبييت، صح ولا لا؟ إنه نحضر للبشر أشياء هم مش متوقعينها، نخطط الإشي وبعدين نأذي غيرنا. أحيانا ممكن نأذي غيرنا بشكل عفوي كرد فعل سريع، بس أنو
تعرف كيف لما واحد بقتل الثاني مثلا بعيد من هون بكفور الدم شكل، ولما برضه جريمة، ولما في ايش؟ صبت الإصرار والترصد. الخمير، الخميرة إذا بنلاحظ في الإنجيل المقدس إلها معنى إيجابي، الخميرة في العجين، وأحيانا إيش إلها معنى سلبي. تفضل. نعم تفضل. نعم. ففكروا في أنفسهم قائلين إننا لم نأخذ خبزا. يسوع بيحكي عن إشي روحاني. دائما نحكي عن الموضوع مع الأخ عيسى وغيره، الروحانيات في المسيحية اللي تفضلت فيه هون كمان أخت، والرسل كيف أخذوها؟ بالمعنى المادي، السمرية، ماء الحياة. ماء الحياة المسيح بحكينا، وهي بتفكر إيش؟ المية اللي في البير. أي كثير تيجي في إنجيل يوحنا. تفضل دكتور. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان؟ هلا قليلي الإيمان طبعا احنا كعرب ما بنستغرب من هاي العبارة، صح؟ ماذا تعني قليل الإيمان؟ في الواقع تعني عديم الإيمان. بعيد الله، زي كثير مرات لما بنقول قليل كذا، هذا أسلوب مؤدب وراقي ولطيف، بدل ما نقول إيش؟ بدل ما نقول بعيد منكم عديم. مثلا مرة سمعت كيف؟ زي قليل أدب، هو عديم. زي بعيد منكم عبارة قليل أدب، بعيد منكم عبارة قليل حياة. شو قليل؟ هو يعني هو ما فيش، بس إحنا حتى نخففها شو بنقول؟ قليل. شوفوا كيف انه من اولى الناس انه يفسر الانجيل المقدس؟ يجينا واحد امريكاني ولا من استراليا، من عند الكونغورو، مين لازم يفسر الكتاب المقدس؟ احنا اهل فلسطين، احنا مسيحيه الشرق الاوسط، اكثر ناس نقدر نفهم ايش الكتاب المقدس. مش مكتوب باليوناني؟ هينا ايش رأينا انه يشابه ايه اللغة العربية. في عبارات لليوم موجودة، البعيد قليل الحياة، قليل صح؟ قليل تربع. شو قليل؟ هو ما فيش، بس يعني سلامتك وتعيش، بس احنا منخففها، هذا قسم من ثقافتنا. تفضلوا. اهلا وسهلا. يا قليل الايمان، انكم لم تاخذوا خبزا، احتى الان لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة الاف وكم خفة اخذتم، ولا سبع خبزات الاربعة الاف وكم سلم اخذتم. خلينا نركز على كلمة ايمان. والست اللي دخلت قبل شوي اسمها إيمان، زي ما قال هذاك المجاني: سي 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 بدك شرف، سي 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 بدك شرف. إيمان باللغاتنا إحنا السامية، إيمان جاي من جذر مكون من ثلاث أحرف: ألف ميم نون. لما الخوري أو المطران بقول صلاة، أو لما عند المسلمين بقولوا صلاة، لما عند اليهود بقولوا صلاة، شو آخرها بقولوا؟ آمين 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 آمين. ليكن كذلك. بس شو أساسها؟ أساسها الجذر السامي، يعني كنعاني، آرامي، عبري، آمن. آمن يعني كان ثابتا. آمان يا ربي آمان. إذن آمن يعني ثابت. إذا لما نقول للكاهن آمن آمن، يعني الكلام اللي بتقوله هو إيش؟ ثابت. وفي أشعيا 7 شو بقول النبي أشعيا؟ بقول: إن لم تؤمنوا لا تأمنوا.
إن لم، وهي نفس الشيء بالعبري أساسا، هي بالعربي زبطت هالمرة زي العبري، إن لم إيه؟ تؤمنوا لا تأمنوا. وإيش بيقول الشاعر العربي؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمان. وليش إحنا بصراحة منخاف على مسيحيتنا اليوم؟ ما منخاف كتير من غير المسيحيين، منخاف من قلة الإيمان إحنا عنا، لأنه لما ما لما الإيمان قليل معنى إيش؟ ما فيش أمان. أمان يعني إيش؟ ثبات. خلينا نأخذ الكلمة من اليوناني، اليوناني بيستيس، اليوناني بيستيس تشبهها كلمة يونانية حديثة إمبستوسيني. شو يعني إمبستوسيني؟ الثقة. لما بقول أنا عندي إيمان حسب اللغة اليونانية يعني أنا عندي ثقة في مين؟ في ربنا. أنا في أشياء ممكن ما أفهمها، زي ممكن أنا كطفل كثير أشياء ما أفهمها، ثلاث أرباع الأشياء اللي أهلي بدهم إياها مني ما مش على خاطري، ليش بمشي فيها؟ لأني بثق في والدي وفي والدتي. ولا لا؟ أولادكم بأمنوا لكم ولا لا؟ بتلاحظ فعل إيش؟ أمنا. بتلاحظ، نعم بتلاحظ فعل أمنا، بأمن لك. شو هي بأمن لك؟ يعني بثق فيه. إذا الإيمان أساسها ثبات. أنتم معي؟ الإيمان أساسه ثبات، وبما إنه هذا الإشي ثابت فأنا بآمن يعني بصدق، وبأمن يعني بثق. شكرا لإصغائكم، وهلا نفتح المجال للأسئلة والاقتراحات، الاعتراضات كمان، زي ما بقولوا لاتين بالسحور، يا أبونا في أشياء بدها ندوات. طيب يا حبيبي تعالوا عن ندوات، وخلينا نلاحق العيار لباب الدار.